انسحاب وكان في صوت مؤيد للانسحاب، لكن في الاخر المستشار المرتضى قرر ان اللي تتذاع هو القرار فقط بدون مين وافق ومين موافقش. وفوجئت بزمايلي ان هم زملكاويه بجد، اعضاء مجلس الاداره المحترمين، كل واحد قال رايه والموضوع كان طالع من القلب، ولاول مره الزملكاويه كلهم بيتوحدوا على كلمه واحده، كلمه ان كفايه كفايه. انا يعني هقتبس كلمه من كابتن محمد فاض، كفايه عبث، كفايه كل حاجه بنحطها شويه كده وشويه كده حسب الدماغ عايزه تروح فين. انا مش هتكلم كتير، انا بكلمكم بالنيابه عن الوالد، هو بيشكركم، وكنا نتمنى نشوف بقيه التاريخ، تاريخ نادي الزمالك كبير. ويمكن انا انتوا عارفين ان انا دايما بميل للسلام وللمحبه، فانا بدعوهم تاني يجوا، بدعوهم تاني. اللي شمتوا في نادي الزمالك وبيشمتوا لما بتخسر وبيشمتوا في مرتضى، تعالوا. القصه مش مرتضى، مرتضى قعد الدوره دي، الدوره اللي بعديها، الدوره اللي بعديها، انا ماشي وهو ماشي وكلنا ماشيين، وهيبقى نادي الزمالك. فانا بدعو الناس اللي قعدوا يتكلموا وبيتكلموا في الهزايم وبيتكلموا في الوقت اللي النادي بيبقى فيه تعبان، بيتكلموا ويهاجموا. ده الوقت اللي احنا المفروض نتوحد فيه، ولا انا بتكلم غلط في الكلام؟ تعالى، نادي الزمالك مفتوح لكل ولاده، والدعوة كانت عامة، ما حددناش، ما قلناش الناس اللي بتحب مرتضى. يمكن أنا في ناس كتير ما شفتهاش بقالي كتير، لكن جم، لأن ده الوقت اللي نادي الزمالك محتاجه. فأنا بشكركم وبقول خلاص العجلة اتحركت، مجلس الإدارة خلاص ما فيش حاجة نبكي عليها، حل وتحللنا، عزل واتعزلنا، حبس وحبسنا. طيب ايه تاني؟ ده احنا ساعات بنبقى موقوفين وبيوقفونا جوه الوقف. حجز على فلوس النادي، انا كدور عضو مجلس اداره اجيب فلوس، جبت 100 مليون حجزوا عليها. طب انتوا عايزين ايه تاني من نادي الزمالك؟ المهم انا هسيب بقيه زمايلي يتكلموا عشان ما اطولش عليكم، بشكركم. ونادي الزمالك كله راجل بقى. حسيت لأول مرة من مدة طويلة جدا إن الناس كلها كلها عايزة قرار واحد، عايزة قرار واحد، والقرار ده فعلا بالاعتذار عن مباراة السوبر كان قرار يرضي كل الزمالكاوية. أنا كنت جاي النهارده الحقيقة وكنت عامل في حسابي إن أنا في ناس كتير ما شفتهمش أشوفهم، لأن الموضوع التفاف حوالين نادي الزمالك دون النظر لمصلحة أو دون النظر إن إحنا بنستفيد من النادي او ما بنستفيدش من النادي. كل النجوم استفادت من نادي الزمالك بطريقه مباشره او غير مباشره. فكونك النهارده ان انت ما تجيش تشارك في ان انت تقول رايك اللي الزملكاويه كانت مستنياه، انا فعلا والله انا بجد زعلت، ان كان في ناس يعني كنت هشوفهم، هبقى مبسوط لو شفتهم ان هم بيدعموا ناديهم. انا عارف ان في ناس كتير عندها مثلا مشاكل صحيه في انها ما تقدرش تجيب، دول ليهم كل العذر، ولكن في ناس ما عندهمش مشكله. فكونك ان انت يطلب منك ان انت تيجي في التوقيت ده، ويبقى بطلب من رئيس مجلس الاداره ان انت تيجي عشان تسلم نجيك، لابد ان انت حتى لو انت زعلان، لو انت واخد على خاطرك كنت لازم تيجي. ولكن في الاخر انا سعيد جدا باللي موجودين دول على راسنا من فوق، ونادي الزمالك ان شاء الله هيظل كبير بجمهوره، بجمهوره العظيم، بمجلس ادارته، بالحالة اللي دايما بنشوفها بتاعه جماهير نادي الزمالك وهي خلف الزمالك. انا بشكركم جدا 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 عشان ادي الفرصه للزماله اللي طولت عليكم، لكن بشكركم جدا جدا، واتمنى يا رب ان الزمالك يبقى دايما بخير. في ناس جايه من محافظات زي انا شايفها وعارفها كويس جدا، تكبدوا ان هم يكونوا موجودين حبا في نادي الزمالك ورا نادي الزمالك. فبنقول لمجلس اداره نادي الزمالك، بنقول رئيس مجلس اداره نادي الزمالك المستشار مرتضى، انتوا عملتوا القرار الصح، كلنا واقفين وراكم فيه. ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك هيظل
كبيرا عظيما بجمهوره ومجلس ادارته اعضاء جمعيته العموميه بكل نجومه في جميع الالعاب. انا جنبي كابتن احمد عبد الدايم وكابتن علاء فهمي كان موجود وكابتن احمد عادل، كل الناس احنا الناس دي متربيين سوا من 30 سنه في نادي الزمالك. نادي الزمالك لما يبقى في زنقه لازم كلنا نقف جنبه. انا ضد ان حد يبقى فيه دعوه عامه، يعني الدعوه دي مش المفروض تتعمل. المفروض انا احس كزملكاوي وراجل لعبت في نادي الزمالك 35 سنه ان نادي الزمالك بيمر بازمه كبيره جدا، لازم ندعم الناس الموجوده ولازم نقف وراهم. وده حصل من جمهور نادي الزمالك في كل انحاء العالم، وحصل من الجمعيه العموميه، وحصل مننا كنجوم. في توفيق نادي الزمالك وتوفيق مجلس الاداره، ان شاء الله نادي الزمالك يفضل كبير وعظيم بيكم انتم. طالما نادي الزمالك طلب من كل الناس اللي لعبوا ان هم يكونوا موجودين النهارده عشان يدعموا قرار مجلس اداره نادي الزمالك بالاعتذار عن مباراه السوبر، وهو شايف هو اعتذار عن المشاركه في الظلم، الاعتذار عن عدم المشاركه في مباراه عنوانها هو ظلم نادي الزمالك. احنا مش عايزين حاجه اكتر من حقنا، احنا عايزين يكون في نظام وسيستم في الكره المصريه يمشي على الكبير والصغير، يكون منافسه شريفه داخل الملعب، كل واحد ياخد حقه، اللي غلط يعاقب، وبس ده اللي احنا عايزينه. انا سعيد جدا طبعا بوجود كل الكوكبه الكبيره اللي كانت موجوده النهارده، وحزين لاي حد كان عنده القدره انه يجي وما جاش. ممكن يعني نعمل حساب ان في بعض الناس مش موجودين جوه مصر، في بعض الناس ممكن يكون ظروفهم ما سمحتش بالبعاد ده النهارده، لكن في ناس كتير قوي كان فاضيين وكان ممكن يجوا من كل الالعاب. على فكره احنا بنمر بسنه صعبه جدا علينا، وبنمر ب توجهات ضد نادي الزمالك. انا شايف ان دورنا كلنا كناس نادي الزمالك هو اللي عملهم، يعني خير نادي الزمالك علينا كلنا من اكبرنا لاصغرنا، فلازم يجي الوقت اللي احنا كلنا نكون في ظهر النادي، لان احنا النادي ده من غيره احنا بلا قيمه. اسامينا ارتبطت بمشاعر ووجدان جماهير على مر العصور ومر الاجيال ومر السنوات، ارتبطت عشان احنا لعيبه في نادي الزمالك. فانا جيت النهارده للدعم والمسانده، وشعارنا هو ان احنا كلنا في ظهر نادي الزمالك. واشكركم جميعا. الساده الاعزاء الموجودين حاليا في الصاله، اشكركم جدا على تلبيه الدعوه بتاع المستشار وطه منصور، واقول ان الزمالك غني بابنائه، واول ما بيطلب النادي الزمالك بيطلب ولاده موجودين جنبه. وبعذر اذا كان في حد ما قدرش يجي لاي سبب ان كان، لما اقول ان كلكم موجودين واحنا موجودين. وبقول نادي الزمالك من سنين كبيره قوي اتظلم، اتظلم كتير، كنا ظلمنا كتير قوي 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 كتير قوي. وجي اليوم اللي احنا نقول فيه كفايه. الكيان الكبير هيبدا طول عمره كيان كبير. الزمالك هو الكيان، الزمالك هو الام، هو الاب لينا كلنا. تاريخ نادي الزمالك هيبدا طول عمره موجود، الكيان هيبقى موجود والاشخاص زعلين. ان شاء الله ان شاء الله هنكون في مكانه ثانيه باذن الله. وانا مش هطول عشان بقيه زمايلي زاد يقولوا كلمتهم. شكرا. السلام عليكم كل الزملكاويه. يمكن انا هتكلم كمشجع زملكاوي من سنه 81 وهم مصدرين لنا ان الاخطاء اللي في الرياضه او في الكوره بالذات دي متعه من متع الرياضه، واللي بيصادف ان كل الاخطاء والدوريات اللي بتتاخد بتبقى ضد نادي الزمالك. فمن 81 الجون الشهير بتاع الكابتن حسن شحاته اللي كان ضايق يجيب لنا دوري، لغايه السنه اللي احنا فيها 2023 دي
كلها ظلم النادي الزمالك. اول مره يعني من ساعه ما وعيت على الرياضه ان انا الاقي كل الزملكاويه متوحدين على قرار واحد، وهو ده اللي انا بتمناه، ان كله ينسى اي خلافات شخصيه. احنا كلنا ورا نادي الزمالك مش ورا شخص، كلنا ورا نادي الزمالك، كلنا ورا مجلس اداره نادي الزمالك اللي بيمثل نادي الزمالك. احنا جايين في مناسبه تعتبر مش سعيده، ولكن انا سعيد جدا ان بشكر مجلس اداره وبشكر مستشار مرتضى ان قدر ياخد قرار تاريخي انا بعتبره تاريخي، والتاريخ هيحكي عنه بعد كده، وهيقول قد ايه احنا تصدينا لجماعه بتنتقص مننا وبتنتقص من امورنا. احنا نادي كبير، كيان كبير، وجمهور كبير جدا بالملايين في كل المحافظات وفي كل الدول العربيه. فالحقيقه النهارده سعادتي كبيره جدا التجمع ده عشان ندي رساله لاي حد ممكن يستهين بنادي الزمالك او بجمهور نادي الزمالك او بكيان نادي الزمالك. هنتصدى له كلنا، والعدد ده هيبقى اكبر من كده ومضاعف عن كده ان شاء الله، ودايما نكون متجمعين ان شاء الله كلنا في حب نادي الزمالك وحب الكيان الكبير اللي ادانا كتير جدا، ادانا كلنا كلاعيبه وكلاعيبه على مر العصور وفي مختلف الالعاب. فالحقيقه يعني دايما نتجمع على الخير في حب النادي ده وفي حب الكيان ده، لاننا كلنا تباهينا وتشرفنا ولسه عيالنا كمان بتتشرف بالكيان الكبير ده ونادي الزمالك. اتمنى كل التوفيق للنادي، وبشكر تاني مجلس الاداره والمستشار مرتضى للقرار التاريخي ده اللي احنا مش هنحس بيه، التاريخ هيتكلم عنه ان شاء الله في الفتره اللي جايه، وهيحكي ان نادي الزمالك تصدى لامور كتيره جدا تناولت من شخصيته ومن كيانه، ولكن رموزه وجمهوره اكبر من اي حد ومتصدين لاي حد، ويبقى نادي الزمالك هو النادي اللي بنفتخر بيه دايما احنا واولادنا والاجيال اللي بعدينا كمان. انا اسعد فتره في حياتي فرحان بيها لما شفت فرحه الزملكاويه ان هم كلهم اتوحدوا على امر واحد، مش مساله مباراه ولا لعب لعيب، لا دي مساله كرامه وعزه وكبرياء نادي الزمالك وتصحيح اخطاء، ونعرف الناس حقيقه نادي الزمالك، لان واضح ان في ناس نسيت الموضوع ده. لازم يعرفوا مين نادي الزمالك، قرار نادي الزمالك، ازاي تخاطب نادي الزمالك. احنا عايزين عداله، عايزين تطبيق قوانين ولوائح علينا وعلى غيرنا. الناس كلها كانت متشككه الفتره اللي فاتت ان مجلس الاداره ياخد قرار زي ده، وناس كتير كان بتراهن على ده. انا بحيي مجلس الاداره برئاسه المستشار مرتضى منصور على حفظه لكرامه وعزه وكبرياء نادي الزمالك، قرار تاريخي هيعرفوا اجيالنا اللي جايين بعد كده، وهيقولوا ان في فتره كل الزملكاويه اتوحدوا على حاجه واحده هي عزه وكرامه نادي الزمالك. نادي الزمالك كيان كبير وهيفضل كيان كبير. انا بشكر مجلس الاداره، بشكر كل الزملكاويه اللي اتوحدوا على قرار واحد، المؤيدين والمخالفين لمجلس الاداره، بشكركم يا زملكاويه ان انتوا وقفتوا ورا ناديكم في هذا القرار التاريخي. هي الشرف اللي انا ابقى متواجد ضمن كوكبه كبيره من لعيبه نادي الزمالك القدماء اللي احنا اتعلمنا منهم الكتير اخلاقيا قبل فنيا. انا مش هقول كلام مكرر، انا الحمد لله من الناس القليله جدا اللي انا بشترك في نادي الزمالك في اربع حاجات. انا كنت لعيب سابق بفضل الله، وعضو عامل في النادي، ومدرب حاليا في النادي، وكمان من اكتر الناس جمهور درجه ثالثه. فالحمد لله انا من الواحد اللي يمكن شامل عدد كبير جدا. انا هتكلم في نقطه واحده بس، حته الظلم البين اللي انا كنت بحكيه لاولادي. اولادي بيلعبوا هنا في نادي الزمالك بشرف ليهم، اللي هو بيلعبوا باسكت. طول عمري كنت بتكلم عن الظلم ليهم، فكانوش شايفينه. اما بداوا يفهموا كوره وشافوا الموقف الكبير اللي حصل، موضوع لعيب معين زي امام عاشور او النجم الكبير بتاعنا شيكابالا، اما توقف والقرار اتاخد في لحظتها، اما جه يتعامل في نادي منافس للاسف، والقرار بداوا الايادي المرتعشه مش قادرين ياخدوا قرار فيه. فكلنا على قلب رجل واحد، بناتي عرفت يعني ايه ظلم، وهم بيقولوا لي احنا كنا مع القرار قبل ما المستشار مرتضى منصور ومجلس الاداره كله يوافقوا عليه،
هم كانوا معاه وانا كنا على الجروبات كلها الزملكاويه المخلصه اللي بحق وحقيقي، مش الجروبات اللي في الهزايم بس بتتكلم، لا الجروبات كلها على قلب رجل واحد. بنشكر مجلس الإدارة على القرار التاريخي برئاسة المستشار مرتضى منصور، وإن شاء الله إن شاء الله ما فيش ظلم تاني لنادي الزمالك بإذن الله، وشكرا جزيلا. مبسوط جدا إن أنا في وسط الكوكبة المدربين الكبار والكباتن الكبار. أنا راجل اتربيت جوه نادي الزمالك، كان مدربي في أول سنة ليا وأنا لسه عندي 9 سنين كان الكابتن حسن بصري، وحاجة كبيرة جدا بالنسبة لي إن أنا بقعد جنبه، واللي كان ساعدني في حياتي كان الكابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه. ولما جيت نادي الزمالك شفت حاجات كتير جدا كويسه. فاكر كويس جدا جدا في اول ماتش في 2014 كان الاستاذ احمد مرتضى منصور كان موجود في المدرج وانا كنت موجود معاه، كان ماتش سموحه، ولما شفت فرحته وجنانه بالماتش دوت ان احنا وكانت بدايه انطلاقه ان احنا ناخد الدوري والكاس في 2014. اي مجلس ادارة لازم يكون فيه اخفاقات ولازم يكون فيه نجاحات، وده طبيعي بيحصل في اي مجلس ادارة في العالم كله، لكن قرار نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك متكاتفين حواليه هو قرار مش صادر من دلوقتي، لا يعني انا شايف ان القرار الاعتذار بالنسبة لي انا شايفه بطولة لجمهور نادي الزمالك وبطولة كمان مستحقة، وكنت بطالب دايما ان لازم يكون في من اتحاد الكورة لازم يقدم اعتذار لنادي الزمالك، لان في ناس كتيرة جدا جوه منظومة الكورة مش عارفين شعبية نادي الزمالك وجمهوره، فانا كنت شايف ان لازم اتحاد الكورة يقدم اعتذار لجمهور نادي الزمالك، لان طبعا فكرة ان اللي يحصل كل ده وفي ظلم وتعنت واضح من المسؤولين جوه نادي الزمالك هي ملاش علاقة بشخص، انت بتتعامل في نادي الزمالك مش مع شخص، والكلام دوت انا بوضحه، انت بتتعامل مع كيان كبير جدا وشعبية جارفة وجمهور كبير في كل الوطن العربي، فبالتالي لازم تعرف قيمة نادي الزمالك قبل ما تاخد اي قرار. لاعب وبقول هنا لاعب غلط في جمهور نادي الزمالك واستفز جمهوره، مستني ايه بعد 3 شهور أو 4 شهور عشان خاطر تفكر وبعدين تفكر ان تاخد القرار، ويا ريت القرار بيطلع. فالموضوع مش لاعب خالص، الموضوع مش لاعب، الموضوع ظلم واضح وتعنت واضح، واللي بيحصل دلوقتي كجمهور نادي الزمالك والتكاتف وقوه نادي الزمالك دايما في جمهوره. الاخوه الافاضل رموز كره القدم والسله والطايره والالعاب الاخرى، يمكن النهارده لقاء لقاء لمحب الزمالك واللي دعم نادي الزمالك واللي يقف في ظهر نادي الزمالك، لان كلنا استفدنا من نادي الزمالك لعيبه واداريين ومجلس اداره. اعتقد ماتش السوبر ده هو كان الشعره الاخيره للمجموعه اللي بتحارب وبتهد في نادي الزمالك، لكن من 2014 لو المستشار مرتضى مش موجود من 2014 ل 22-23 كان بيحصل ايه في نادي الزمالك؟ على الرغم ان الراجل بيحارب ويكافح عشان اسم نادي الزمالك، احنا انا بتكلم كلاعب ومدرب سابق في نادي الزمالك، لكن مش بتكلم كمسؤول. كلنا ابناء الزمالك لابد ان احنا ندافع ونتكلم لصالح نادي الزمالك وليس لصالح اشخاص. يمكن المجموعه اللي موجوده من رموز الكوره سواء في النادي او بره النادي النهارده محدش دعاهم، كلهم من نابع الحب للنادي، كلهم جم سواء برضو الباسكت الفولي كله. احنا النادي بيمر بمرحلة حرب خارج النادي، الحرب الخارج النادي لابد ابناء النادي تتكلم. النهاردة يمكن مجلس الادارة لما خد قرار وقرار تاريخي هيحسب لمجلس ادارة برئاسة المستشار مرتضى منصور. انا طبعا الناس كلها اتكلمت على مجلس الادارة والقرار، وطبعا ما فيش احسن من القرار ده، قرار صائب بكل ما فيه وبكل معناه، قرار صائب جدا. واحنا ورا نادينا، احنا ورا نادي الزمالك ان احنا تربينا فيه من صغرنا ولغايه ما يعني ما يحين اليقين زي ما بيقولوا، احنا هنفضل ورا نادي الزمالك نشجع فيه مش كمسؤولين او كناس دربنا في نادي الزمالك، ولكن كمشجعين زينا زيكم بالظبط. احنا بنحب نادي الزمالك والله يخليك الله يكرمك حبيبي.
احنا نادي الزمالك بنشجعه وبنفضل واقفين وراه لاخر لحظه في عمرنا. قرار اللي اتاخد، انا مش هطول معاكم، قرار اللي اتاخد لاول مره بيجمع الناس كلها على قرار بيصدر من نادي الزمالك، كل اطيافه بيدعموا هذا القرار وواقفين ورا ناديهم، وان شاء الله هنفضل واقفين ورا نادينا لغايه ما نحقق بيه، نرجع تاني بيه للبطولات ان شاء الله باذن الله. طبعا قبل ما بتكلم انا ببارك لنادي الزمالك وجمهوره ورئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور على البطولات اللي حصلنا عليها في الكره الطايره، بس اهم حاجه احنا بنقول مبروك على القرار اللي هو بتاع الاعتذار عن السوبر. انا كابن النادي وكمشجع درجه ثالثه زي ما بيقولوا، كلنا داعمين هذا الموضوع، واللي اتعمل كلنا كان نفسنا فيه من قبل ما يتخذ القرار، ان احنا من زمان جدا من 50 سنة واحنا في النادي واحنا شايفين الظلم اللي بيجي على نادي الزمالك. بعدين لما تيجي تحسبوها كواحد من أسرة نادي الزمالك من زمان من 50 سنة، كنا بنصب عينينا وكنا بنقعد نعيط ونزعل ونتضايق. فدلوقتي اللي بياخد بينك وبين نفسك جواك عايز تاخد قرار، مرتضى منصور بياخده او مجلس ادارته بياخده. ليه؟ ان احنا دايما ودائما محطوطين تحت ضغوط الظلم والافتراء، حاجه ما بتحصلش في اي حته في العالم. انا قعدت 24 سنه في الامارات، الجماعه بتوع الامارات بيتصلوا بيا بيقولوا لي احنا زعلانين ان انتوا ما جيتوش، لكن فرحانين ان انتوا خدتوا القرار ده، وهم يعني زملكاويه زينا. برحب باخواتي اعضاء مجلس الاداره الموجودين وكباتن نادي الزمالك اللي مشرفينا ونجوم نادي الزمالك اللي طالما اسعدونا ومتعونا بتاريخ نادي الزمالك اللي بنوه. بنقول وبرحب بالسادة الحضور من الجمهور والجمعية العمومية، برحب بيكو، وعايز اقول ان نادي الزمالك يا جماعة فعلا بيمر بظروف صعبة جدا. جمهور نادي الزمالك الحبيب اللي دايما بيقف جنب نادي الزمالك وعمره ما تخلى عن نادي الزمالك في اي ظروف بيمر بيها، بنقول ان نادي الزمالك لازم يقف جنب نادي زي ما وقف كده جنب ناديه وجنب مجلس الاداره برئاسه المستشار مرتضى منصور. لازم ندعم نادينا، احنا نادينا يا جماعه يعني مجلس الاداره ليه راي، لازم كلنا بنقف جنبه وبنحترمه. وانا بقول لجمهور نادي الزمالك ان اللي احنا كلنا بنحبه واللي دايما واقف جنبينا، استمروا في دعمكم لنادي الزمالك ومجلس ادارته وقراراته، وان شاء الله هيبقى مزيد من النجاحات ومزيد من الانتصارات، وربنا هيوفقنا ان شاء الله في المرحله اللي جايه. بس كلكم نقف جنب نادينا، وبنقول المستشار مرتضى قال لكل الناس اللي هم نجوم نادي الزمالك ان ده ناديهم ويشرفوا اي وقت، وباب نادي الزمالك مفتوح يشرفوا اي وقت. ربنا هيوفقنا ان شاء الله، وان شاء الله مزيد من الانتصارات. ربنا سبحانه وتعالى ينصر نادي الزمالك وينصرنا جميعا. ويمكن كان حد سأل انتوا رايحين لغايه فين، احنا مكملين للاخر. مجلس الاداره المحترم فرد المتواجدين متحملين تبعات هذا القرار حبا في نادي الزمالك ودفاعا عن وطنيه وكرامه نادي الزمالك. ان شاء الله سياده المستشار هيعمل مؤتمر يوم الاثنين هيشرح فيه كافه التفاصيل القادمه والتفاصيل السابقه. قبل ما اختم النهارده اليوم في حب نادي الزمالك، يمكن بالمصادفه النهارده كان حوار من القلب من نجوم نادي الزمالك بعد يوم واحد فقط من الحوار الوطني لجمهوريه مصر العربيه. من نادي الوطنيه والكرامه بنبعث تحيه لكل مؤسسات الدوله، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلنا في ظهر دولتنا المصريه وكلنا في ظهر مؤسساتنا الوطنيه. وزي ما احنا بدانا النهارده اليوم
الجميل في حب نادي الزمالك، هننهي اليوم الجميل في حب نادي الزمالك اللي بنتمنى له كل التوفيق، ومكملين مع جمهورنا مع مجلس ادارتنا مع جمعيتنا العمومية لاخر مدى في حب نادي الزمالك، ونتحمل تبعات هذا القرار زي ما بدأنا بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية. بنختم يومنا الجميل الرائع، بشكر كل السادة الحضور الرموز والنجوم والجماهير والأعضاء كلهم في حب نادي الزمالك، بنشكرهم على تواجدهم النهارده، ونتمنى لمصرنا الحبيبة يا رب كل التوفيق في الفترة القادمة. بشكركم.